Hello students from BTC Academy. Hope that you are all safe and doing fine. I am Wala. Welcome to BTC Academy online sessions. In session 4, we are going to start with Microsoft Excel Activity 1. الأسبوع الماضي حكينا شوي keyboard and mouse skills وأخذنا introduction لمايكروسوفت إكسل، شفنا كيف نتعامل مع السيلز، كيف نتعامل مع الشيت، كيف أنا بعمل change color، كيف أنا بشو بتتميز السيل، كل هالتفاصيل حكينا عنهم last time. اليوم إن شاء الله حنبلش بـ activity 1. هلأ لحتى روحنا نفتح new file، أوكي هيجي أقول له أنا كبسة اليمين new Microsoft Excel worksheet، أنا مش هفتحها لأنه أنا مجهز activity، أوكي. أو بيجي بيكبس هون بال left button على window على start button بقول له أنا Excel EXCEL بتفتح عندي نفس الشيء وبيكبس عليه، هيك بفتح أنا Microsoft Excel file. أنا هلأ فعليا مجهز activity 1 بس أنا بدي حلها مثلكم على هذا الشيت، أوكي سو حكينا حضرني أنا بالشيت 1 بس فعليا هاي الactivity اللي بدنا نحلها. بالشيت 1 اتفقنا على انه كل وحدة من هاو انا بسميها سل، السل هي تقاطع الكولن اند رو، اوكي سو الانترسكشن بتوين كولن اند رو بسميها انا الاكتف سل اللي انا عم بشتغل عليها فعليا. يعني فور اكزامبل هاي السل بتتميز بشيء اسمه سل كونتنت اند سل ادرس. سو السل كونتنت واللي هو بي سوري السل كونتنت ما في شيء هلا، السل ادرس اللي هو بي 3 تقاطع الكولنز اند رو بسميه انا سل ادرس، هاي بتتميز فيهم السل. So, جيت أنا هلا إذا بدي كبر for example A colon A شوي بيكبس علي من هون وبكبر هيك شوي، okay. جيت كبس على B، كبس على B هون بيّن عندي for example 8.02 هسه ال width، okay. لهي السال أو لهي الكولن كبس عليه for example عملتها 32. هلا لحتى شوي ما يطلع عنا colon هيك colon هيك حنيجي نوحدهم كلهم أو row هيك row هيك نفس الشيء، okay. حنيجي نوحدهم كلهم for example بس اكبس على هاي هو 14. طيب حاجي اعمله 20 بيكبس كبسي هون بس بعلم كل الشيت بيكبس كبسي between A and 1 لحتى اعلم كل الشيت بقول له انا هلا على A اوكي في احملهم من هون for example between B and C C and D E and F H and I. so اي خط بحمله هلا بزيحه for example شايفين هلا ال width 8.8 اذا عملتها 10 كلهم بيكونوا 10 ثبتوا محلهم، اوكي. وفيني اوبشن تاني كبسة اليمين على اي وحده فيهم، فوت على شيء اسمه colon width right click يعني colon width وبحطها for example 15 عمل لي اياها 15 لكل columns بكبس انتر بصير كلهم قد بعضهم، اوكي. حاجي لواحد يروح نفس الشيء بكبس هون كبسي وبزيح وحده فيهم هالقد او كبسة اليمين عليها for example على وحده حيالله وحده اثنين عملت لهم select من هاي الكبسه جيت قلت له على ال 6 او على ال 5 او على ال 11 او على ال 24 او على ال 57 كبسة اليمين فت على شيء اسمه row height هونيك نفوت على column width اوكي هون row height بقول له انا هلا for example من 27 عمل لي اياها 15 للكل وحطيت enter صار كلهم 15 اوكي لحتى نوحدها كلها مع بعض عسى ما تطلع هاي سل هيك وهي سل هيك. سو خلص هلا حاجي بلش بي فعليا بالاكتيفيتي اللي قلنا بالاكتيفيتي 1 موجود عندي انا نمبرز وعندي فانكشن بدنا نحل هاي الاكتيفيتي. شو الهدف منها؟ عارفين نمبر 1 اند 2 بدي اجمعهم بدي نقصهم تايمز مالتيبليكيشن ديفيجن طلع الافرج تبعهم طلع المينيموم والماكسيموم هودي مثل الفانكشنز بستعملهم بمايكروسوفت اكسل اوكي حنشوف كيف هلا هلا مثل ما بدكم فيكم تعبوا الداتا اللي بدكم اياها بس اكيد بدي انا بهمني الايكويشن. جيت انا هلا لبلش باكتب هي التيبل صح لقيت انه كلمه نمبرز موجوده between A1 and B1 يعني A1 وال B1 شو لازم اعمل فيهم؟ اعمل merge and center اجمعهم مع بعضهم. جيت لهون A1 and B1 عملت لهم select بس على merge and center كتبت بقلبهم numbers done. شو لون هيدي numbers؟ اسود. شو لون الداتا؟ شو لون السل؟ blue. اوكي كبس عليها لونها اسود خليتها اسود مش اعمل لها color اللون السل هو blue خلص. في كبر شوي اعمل بولد كبر شوي الخط نفس الشيء. جيت لهون من السي 1 لاحظين بس اكبس عليها بدايتها السي 1 بتنتهي بالاي 1 سو من السي 1 للاي 1 علمهم كلهم سي دي اي اف جي اتش اي بكبس انا على الميرج اند سنتر في بقلبهم كلمه فانكشنز
منين بجيب لك الكالر؟ من هون. خلصت. فت انا هلا 1 and 2 نفس الشيء. هلا هون مش لازم يكون في عندنا مشكله نحن بموضوع كيف بلون السل وكيف بلون الكونتنت وكيف بلون السل. اوكي بس خلصهم هاي الميرج اند سنتر. عندي انا فور اكزامبل من H3 ل H8 مجموعين مع بعضهم. سو اوكي H1 2 هاي H2 هاي H3 لل 8 5 6 7 8 شايفين كيف الروعة بتغيروا هون مجموعين ميرج اند سنتر. وهاي اللون اللي له فور اكزامبل اورنج عملتها بهي الشكل. اوكي هون بدي اكتب 1 2 هون اديشن سبتراكشن. اذا بدي بعلمهم كلهم اهوان لي انا هون بعمل تشينج كلر عشان اعمل كل وحده لحال مثل ما الموجودين هونيك. اوكي سو هون كنا نتعلم نحن كيف نتعامل مع الميرج اند سنتر وكيف نتعامل مع الفونت اوبشنز بالكالرز وهالتفاصيل. حبلش شوي بالايكويشن نظرا للوقت. هاي الفايل حابعث لكم اياه ان شاء الله ابلود مع الفيديو. اوكي سو بتحلوه. هلا انا ححل على هيدي لحتى لنكسب شوي الوقت. حاجي انا هلا بس نخلص نعبي هيدي الداتا بنتاكد نحن مثلا بالاي 2 عندي كلمه 1 بال A8 B8 مجموعين مع بعض ميرج اند سنتر مكتوب بقلبهم كلمه توتال. عملت لها تشينج كلر من هون. اوكي هاو ديتيلز بدناش نضل نعيدهم بكل سيشن. سو وانس بنعملها ان شاء الله بنطبق السكيلز تبعها. جيت انا هلا لزبده الموضوع اللي بدنا اياها بدنا نحل هون بالاديشن. اي ايكويشن بتبلش بالمايكروسوفت عندي اياها بالمايكروسوفت اكسل بتبلش ب ايكوال. اوكي equal cell address 1 cell plus cell address 2 بمعنى الثاني. هيجي افتح شوي هون بس لنحلها. اي equation على طول بتبلش عندي انا ب equal cell address 1 هلا بيجي انا بقول له plus minus times division cell address 2. هاي الايكويشن الجنرال فورم الايكويشن عندي بقلب الاكسل بتبلش بايكوال. الايكوال منين بجيبها؟ بجيبها من هون بس ايكوال هون بتبين الايكوال وهيدي الماينس الديفيجن شيفت 8 سوري مالتيبليكيشن شيفت 8 الديفيجن هي كويستشن مارك. اوكي بدون شيفت. سو هاي السلاش هي الديفيجن سميها انا كوشنت. عندي انا اذا بدي بلس شيفت مع هاي بتعطيني بلس اذا لا بتعطيني ايكوال. هيدي الماينس هون مالتيبليكيشن شيفت 8 لانه بالشيفت بستعمل كل السيمبلز الموجودين على النمبرز فوق. اوكي فاذا بتبلش بايكوال سيل ادرس 1 بلس ماينس تايمز ديفيجن سيل ادرس 2 بمعنى ثاني. جيت انا هون بدي اعمل الاديشن بدي اجمعهم مع بعض يعني بلس بتبلش الايكويشن ب ايكوال. حافتح الكيبورد قدامي حتى ما نضيع فيها كبس ايكوال. شو السيل ادرس 1؟ مين شو يعني السيل ادرس؟ يعني نمبر 1 اول نمبر قديش هو 10. طيب شو السيل ادرس له؟ السيل ادرس اتفقنا هو تقاطع الكولنز اند او. اوكي سو هو A 3 او اذا بدي بكبس عليها اهواني بتبين عندي اي 3 فوق. طيب شو بدك؟ بدي بلس بدي كابس ايدي على الشيفت بكبس على البلس. شو السال ادرس الثاني؟ بي 2 بدي اجمعها مع البي 5 مع البي 7 مع الاي 7. مين بدي؟ بدي البي 2. يا بكتب انا بي 2 او بكبس عليها وبتنتهي بي انتر. بدي احط انتر هون لحتى تبين الداتا. في عندي غلط بجرب اتاكد منها. اي 3 فإذا A1 A2 A3 صح plus B2. ليش عطاني value؟ ما فيني اجمع انا 6 plus 8 ما بيخد لي اياهم. لي شو في يحط بقلب السل عندي؟ في يحط انا بقلب السل يا numbers 1 2 3 characters اللي هني ABC او في يحط انا اي image او هودي التفاصيل اللي انا بدي اياهم. هيك بتسيع بقلب او في يحط date بنفس الوقت هيك بتسيع السل. سو حاجي اقول له انا B2 B2 ما بيجمع يعني ما في له انا 10 plus 2. اوكي نو حقله 10 بلس بي 3 مش بي 2 وقال له انا انتر بيبين النتيجه عندي. خلصت بس اكبس عليها بتطلع الفاليو فوق لازم تكون ايكوال اي 3 بلس بي 3. جيت لهون ايكوال سيل ادرس على السريع اي 3 ماينس بي 3 انتر طلعت ايكوال اي 3 تايمز اللي هي الشيفت 8 بي 3 انتر equal A2 قسمي اللي هي quotient division حل الquestion mark بس بدون shift B3 وبقول له enter. طلع الافرج كيف بدي اجمعهم اثنيناتهم قسمهم على بعضهم. انا اخذت باول exam for example 10 بثاني exam 2 out of 20 بجمعهم اثنيناتهم بقسمهم على عددهم على الكاونت سو يساوي sum على الكاونت. اوكي طيب في اعمله انا 12 على 2 وفي يقول له بنفس الوقت equal بفتح bracket
بقول له انا هلا هون ان شاء الله باكتيفيتي 2 بنشدد على هودي التفاصيل. A3 plus B3 بقسمها على 2. هلا طلعت 6 صح 12 قسمه 2 6، ففي يقول له انا ايكوال C3 قسمه 2 نفس الشيء. اوكي بيجي انا هلا بدي اعبي هوديك السيلز، هم بجمعهم لهو كله. هلا بشوف كيف بدي اعبي كل هودي السيلز، بكبس عليها A3 plus B3, A4 plus B4, A5 plus B5, A6 plus B6, A7 plus B7 إنهاو ما هيك؟ صحيح. لحتى ما ضلني أعيدهم، إذا عندي 100 علامة أو 100 اسم بدي أحسبهم كلهم أكيد لا، بكبس بزيح شوي ملاحظين إذا بكبس عليها كبس هي السهم، هي السهم بلس يعني موف. إذا أنا جيت عملت لها موف وأخذتها على محل تاني أوكي جمعتهم هون بيضل A3 plus B3، بس أنا بديش أجمعهم هون بدي إياهم فوق. أوكي؟ هلا هاي البلس اللي على يمين الكورنر من تحت بتخليني اعمل كوبي بس للايكويشن، بتزيد الاندكس يعني A2 plus B2 A3 plus B3 A4 plus B4 A5 plus B5 A6 plus B6. سو بيج بوس انا بدي كبس ايدي عليها وبنزل فيها من تحت. لاحظين شغله لحالها بتبلش تعلم لي اياهم، بس شيل ايدي بتجمع السيلز. اوكي شلت ايدي جمعتهم لحالهم، يعني طلعوا فوق انتوا على السيل كونتنت. شو عندي؟ A3 plus B3 A4 plus B4 A5 A6 A7 A8 نو لانه انا عامل سام. نفس الشيء هون بحمل البلس وبنزل فيها هالقد بدي. في حال عملتها هيكن غلبطت، هاي بتعطيني فاليو ما فيها تجمع نمبرز كاركترز، لان هاي فاليو 0 ما في شيء. يعني اذا حطيت 2 ب 3 بده يطلع هون 5 او ما تطلعش صار بده يطلع 6. اوكي سو هاجي اشيل انا هاودي، بعمل بس اندو ما بديش اياهم، كنترول زد او اندو بتجعلي ستيب لورا، كبست عليها على السهم ونزلت فيها بهذا الشكل. وهي نفس الشيء كيف طلع منهم الماكسيموم بيساوي، بتبلش الايكويشن بي ايكوال، بتبلش الايكويشن بي ايكوال ماكسيموم ام اي اكس، بينت عندي خليني اوضحها شوي ام اي اكس كبستا. هلا هاي في طريقه اولى، الطريقه الثانيه هي بنفوت على الفورمولاز بناخذها ان شاء الله نكست تايم كيف بدي اعمل مع كل الفانكشنز. ماكسيموم مين بدك من الاي من هاي السل، يعني في يعلمهم كلهم وفي يقول له انا هلا يعني من اي 3 لبي 7. اوكي هلا في كل شيء ملاحظين كل شيء بالايكويشنز له علاقه بالسل ايز، ما خاصني انا بقلب الاي 2 شو في، بقلب الاي 5 شو في. في قال له انا هلا بس من الاي 2 للاي 7، بس من الاي 2 للبي 5، كل هالتفاصيل في قال له عنهم. انا بدي اياها كلها من الاي 3 للبي 7، بكبس انتر طلعت عندي هاي ماكسيموم فيهم كلهم. المينيموم نفس الشيء، بلا ام اي اكس لمي ام اي ان طلعت عندي. لمين بدك المينيموم؟ بلش لي هلا بالاي 3 اوكي لمين كولن سيمي كولن نو كولن للبي 7، سكر علم لي اياها كلها وبحط انتر بيطلع مين هو 2. هلا اذا جيت انا لاحظوا شغله هي لازم اشدد عليها، اذا جيت شلت 2 حطيت محلها 5 بس حط انتر كل هودي الفاليوز بدي تغيروا فوق صح، كل الفاليوز تغيروا. اوكي هي كثير بدي اشدد عليها مش شوي، يعني ما في انا اجي انسخ الداتا مثل ما هي اقول انا خلصت. هاودي السم شو بعمل هون؟ بدي اجي اجمع كل هودي الفاليوز، يعني بمعنى ثاني C3 plus C4 plus C5 plus 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 بدي اجمعهم هون. في اكتب انا ايكوال C3 plus C4 plus C5 plus C6 نو شوف شو بعمل. بيجي انا هلا بكتب بكل بساطه ايكوال، بتبلش ايكويشن سم اس يو ام. اوكي مين بدك؟ بدي اكتب علم هاو كلهم او من C3 سيمي كولن من سيمي كولن، لازم افتح براكت انا هلا ملاحظين عم بكتب فوق C3 كولن لC7 سكر البراكت وبقول له انتر بيجمع لي اياهم كلهم هون. اوكي وهو نفس الشيء سو في كمان احملها للبلس وزيح فيها بهذا الشكل بيجمع لي كله بيعمل كابي للايكويشن. هيك نحن نكون خلصنا اكتيفيتي 1. بتمنى ان شاء الله كنا نطبقه، نيكست تايم حيكون في لنا ريفيجن بسيطه وحكفي بالاكتيفيتي 2. اوكي ما عملت انا بالاول ما كتبت الداتا لحتى يكون نحن عندنا وقت لحتى اشتغل على الايكويشنز. اوكي ما ننسى الجنرال ايكويشن هي ببلش بايكوال سيل ادريس 1 بلس ماينس تايم از او ديفيجن كوشنت سيل ادريس 2. Thank you for watching. Wish you all the best. قبل ما نخلص بنعمل سوري حنعمل نحن فايل سيف از اللي هو اكتيفيتي 1. سو بكبس انا على الفايل سيف از لحتى سيف هالفايل على الكمبيوتر عندي. بيقول له انا بقلب ديس بي سي على الداسكتوب فايل سيف از داسكتوب سميته انا اكتيفيتي 1 داش نيم اسمي انا على الداسكتوب بقول له سيف. كيف عملتها يا استاذ؟ فايل سيف از desktop
activity 1 داش اسمي وبكبس على السيف ببين اسمي فوق مع الاكتيفيتي 1. بعمل اكس كلوز خلاص منها بعمل اكس ممنوع نسيف ممنوع نطلع منها بدون ما نعمل سيف بلاقيها على الداش اكونت. نكست تايم ان شاء الله حنكفي اكتيفيتي 2. ثانك يو فور واتشينج ويش يو ذا بيست، سي سيف اند جود باي.